في درسنا لليوم رح نتعرف على مصطلح الأبعاد Dimensions، وكمان رح نستخدم طريقة تحليل الأبعاد Dimensional Analysis للتأكد من صحة المعادلات. بإمكاننا نحسب طول شخص باستخدام الفوت أو المايل أو الميتر أو أي وحدة قياس أخرى، بس في النهاية إحنا قمنا بقياس الطول. الطول بنسميه Dimension. عندنا 5 Dimensions أساسيات: length ومنرمز له بالرمز L، والماس ومنرمز له بالرمز M، والتايم منرمز له بالرمز T، والإلكتريك كارنت منرمز له بالرمز I، والأبسلوت تمبريتشر منرمز لها بالرمز ثيتا. بدنا نفرق بين الدايمنشنز واليونت. زي ما حكينا احنا ممكن نستعمل وحدات القياس ميتر وفوت ومايل عشان نوصف اللينك، وبإمكاننا نستعمل الكيلوغرام والباوند عشان نوصف الماس، وبإمكاننا نستخدم الثانية أو الدقيقة أو اليوم عشان نوصف الزمن. أهم خاصية في هاي الأبعاد إنه كل دايمنشن مستقل عن غيره، يعني طولك مش ممكن يكون 5 ثواني أو حتى 5 باوند. بعد ما حكينا عن تعريف الدايمنشن، خلينا نحكي عن طريقة تحليل الأبعاد Dimensional Analysis. بنستعمل طريقة تحليل الأبعاد عشان نتأكد من إنه معادلاتنا صحيحة، أو حتى عشان نتنبأ فيها. عشان نفهم أكثر خلونا نأخذ عدة أمثلة. إذا بدنا نعرف أبعاد الكمية الفيزيائية سبيد السرعة، بنعمل كالآتي: السرعة بنرمز لها بالرمز V، والأقواس معناها إنه إحنا بدنا نعرف الأبعاد. بالبداية بنكتب علاقة السرعة: السرعة بتساوي المسافة على الزمن. المسافة هي عبارة عن length، يعني طول، length over time، أو بنقدر نكتبها L ضرب T مرفوعة للقوة سالب 1. هاي بنسميها الأبعاد. أما بالنسبة لوحدة القياس حسب النظام العالمي هي عبارة عن متر بير سكند. إذا بدنا نعرف أبعاد الكمية الفيزيائية التسارع acceleration، بنعمل نفس الإشي: الأكسلريشن بساوي السبيد أوفر تايم. السبيد زي ما احنا حليناها قبل شوي L مضروبة في T مرفوعة للقوة سالب 1 تقسيم T. التي بنرفعها من المقام إلى البسط، بصير عندنا L ضرب T مرفوعة للقوة سالب 1 ضرب T مرفوعة للقوة سالب 1، وبصير عندنا الجواب L مضروبة في T مرفوعة للقوة سالب 2. هاي بالنسبة للأبعاد. أما بالنسبة لوحدة قياسها حسب النظام العالمي فهي عبارة عن متر بير سكند سكوير. خلونا نحل مثال عشان نتأكد من صحة معادلة. Show that the expression V equals A times T, where V represents speed, A acceleration, and T an instant of time, is dimensionally correct. بطلب منا نتأكد من المعادلة V بتساوي A ضرب T إنها صحيحة من ناحية الأبعاد، حيث V زي ما حكينا هي عبارة عن السرعة، الـ A عبارة عن الـ acceleration اللي هو التسارع، T هي عبارة عن الزمن. بداية احنا بنعرف انه أبعاد السرعة هي عبارة عن L تقسيم T، وبدنا نتأكد إذا كانت A ضرب T الموجودة معنا في المعادلة إلها نفس الأبعاد. بداية أبعاد A الأكسلريشن زي ما حكينا L تقسيم T تربيع مضروبة في الزمن اللي بعده T، بنقسم T في البسط على T تربيع في المقام، بضل عنا L تقسيم T، وهيك بنكون استنتجنا إنه هي صحيحة من ناحية الأبعاد. نحل كمان مثال. المثال الثاني عشان نتنبأ بمعادلة، يعني بدنا نعرف أبعاد الثوابت الموجودة عندنا. Assume the equation x equals a times t to the power 3 plus b times t describes the motion of a particular object with x having the dimension of length and t having the dimension of time. Determine the dimension of the constant a and b. إذا بطلب منا نحدد الدايمنشنز تاعت A و B حسب المعادلة اللي اعطانا اياها. بداية المعادلة هي عبارة عن X بتساوي A في T مرفوع للقوة 3 زائد B مضروبة في T. ال X حكى لنا انها عبارة عن موقع للجسم، وبعدها هو عبارة عن length L. اذا L بتساوي الدايمنشنز ل A مضروبة في دايمنشن الزمن تكعيب زائد الدايمنشن ل B مضروب بالزمن. عشان نجمع أشياء مع بعض لازم يكون إلها كلها نفس الدايمنشن. ما بقدر أحكي لك 5 ثواني زائد 7 متر،
ما إلها أي معنى، يعني A ضرب T تكعيب لازم يكون إلها نفس أبعاد ال B ضرب T. فبالتالي نأخذ الطرف الأول dimensions of A مضروبة في T تكعيب بدها تساوي length، بنقسم على T تكعيب للطرفين، أبعاد A بتصير length تقسيم time cube. الطرف الثاني dimensions of B مضروبة في time بدها تساوي length، بنقسم الطرفين تقسيم T بضل عندنا length تقسيم time. نحل كمان مثال، عطينا علاقة V of T يعني سرعة جسم بالاعتماد على الزمن بتساوي C naught زائد C1 مضروبة في T تكعيب زائد C2 مضروبة في T تربيع زائد C3 مضروبة ضرب T، وطالب منا أبعاد C naught. زي ما حكينا كل طرف في هاي المعادلة له نفس الأبعاد اللي بالنهاية بدها تساوي بعد السرعة، C naught هي عبارة عن L over T. بعض الثوابت ما إلها أبعاد بتكون dimensionless مثل الثابت باي، وكمان في عندنا الدوال المثلثية ما إلها أبعاد مثل الساين والكوساين والتان، وكمان عندنا الإكسبوننشال إي مرفوع للقوة إيه، كلها بدون أبعاد. أو أي ثابت مرفوع كقوة زي لما يكون عندنا بي مرفوعة لقوة إيه، القوة إيه ما إلها بعد.